وأبدى أهالي قضاء الضلوعية تفاؤلاً كبيراً بانسيابية الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات، متطلعين لتشكيل مجلس خدمي يسهم في تحقيق تطلعات أبناء القضاء وتوفير الخدمات على مختلف الأصعدة بما يضمن النهوض بالمدينة نحو الأفضل. طبعا اليوم باشرنا عمليه الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات في قضاء الضلوعيه. طبعا سبقت هذه العمليه مجموعه من الفعاليات والحركات والامور التنسيقيه الخاصه بالعمليه الانتخابيه لضمان انسيابيه الحركه وتصويت الجميع بشكل صحيح وبالوقت المحدد. ايضا تم تقسيم القوات الامنيه ضمن المنطقه الى يعني توقيتات لضمان انسيابيه الحركه. الان مثل ما تشوفون العمليه انسيابيه الحركه بشكل مميزه وممتازه. خلال يعني الساعات القريبه المقبله ان شاء الله يكتمل التصويت الخاص، امنياتنا لجميع المرشحين من المنطقه وخارجها بالتوفيق، وان شاء الله يعني ننتج مجلس محافظة يمثل جميع يعني أطياف ومناطق صلاح الدين ويؤدي الغرض المنشود من هذا المجلس إن شاء الله. اليوم لاحظنا توافد الفئات المشمولة باليوم الأول من انتخابات مجالس المحافظات لعام 23 في العراق. الحقيقة الأمور تجري بانسيابية، هناك توافد لأن المؤسسات المعنية هي مؤسسات يعني أكثر التزاما باعتبارها والمؤسسات الأمنية. نتمنى أن ينجح اليوم الآخر أيضا من الانتخابات هذه لكي يعبر العراق مرحلة من مراحل النضوج الديمقراطي، وأيضا نتوسم بمجلس المحافظة أن يؤدي مهامه المناطة به من خدمات ومن مراقبة للمؤسسات الحكومية.